ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة آخر موعد للتقديم للتنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. النهاردة برضو هيتم البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وهيستمر لحد يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفروعه بالإسكندرية وأسيوط. النهاردة هتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، واللي تم تنفيذه كمرحلة أولى في 6000 مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2022-2023 وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين في إطار الجولة الثانية من عمر المسابقة، هيلتقي أستون فيلا مع إيفرتون الساعة 4 العصر، والساعة 1:30 هيلتقي تشيلسي مع ويست هام.